لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة للسالكين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذه القصة مختصرة، ثم فصلها الله عز وجل في الآيات التالية لذلك. كم يعاني الشباب المسلم اليوم من فتن الشبهات والشهوات، والله عز وجل يقص علينا قصص المؤمنين السابقين حتى يثبتنا على الإيمان، وحتى يبين الله عز وجل لنا سنن الله عز وجل في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهؤلاء الفتية قيل كانوا أولاد أمراء، وكان المجتمع يغلب عليه الكفر، بل يجبرون الناس على الكفر، كما أشار إلى ذلك قولهم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهذا أخوف ما يخافه الداعية، إما أن يقتل رجما بالحجارة، أو أنه يعود إلى الكفر أو يجبر على الكفر. فهؤلاء لم يهابوا من قومهم، ولكنهم خرجوا على قومهم، كما قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قيل الرقيم اسم الجبل، وقيل اسم الوادي الذي فيه الكهف، ورجح بعض المفسرين أن الرقيم كتاب أو لوح مكتوب فيه قصتهم أو أسماؤهم وتاريخ خروجهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا،
أي لا تحسب يا محمد أو يا من يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أن هذه أعجب قدرة الله عز وجل، بل الله عز وجل له ما هو أعجب من ذلك، فخلق السماوات والأرض أعجب من ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كيف يكون الكهف مخرجا لهم من هذه الفتن؟ ما كانوا يدرون بأنهم ينامون في الكهف 300 سنين ويزدادوا 9، يضرب الله عز وجل على آذانهم ويحجب حسهم، ويضرب الله عز وجل عليهم الهيبة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ولكن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين ويجعل لهم من المخرج والفرج ما لا يخطر على بالهم. فهذا موسى بن عمران ومعه قومه خرجوا فرارا من فرعون وجنوده، وإذا بالبحر أمامهم وبفرعون وجنوده خلفهم، فقال من معه إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا يعرف كيف المخرج وكيف تكون النجاة، ولكن ثقته بالله عز وجل، ثقته بالله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا يشترط أن ترى المخرج بعيني رأسك، ولكن لابد أن تثق أن هناك مخرج، وأن الله عز وجل يجعل للمؤمن المتوكل عليه مخرجا. فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق البحر فصار فيه 11 طريقا يابسا، والله عز وجل يمسك الماء بقدرته، ويمر موسى ومن معه من هذه الطرق، فإذا بفرعون ينتهي من الخروج من اليم، ويصل فرعون وجنوده إلى البحر فيدخلون البحر فينطبق عليهم الماء فيغرق فرعون وجنوده وينجو موسى ومن معه. وكذلك هؤلاء الفتية قالوا فأووا إلى الكهف، كم يمكثون في الكهف يوما أو بعض يوم، كيف يكون الكهف مخرجا، وكيف لا يدرون أن الله عز وجل سوف ينخلهم من زمان إلى زمان، من زمان غلب فيه الكفر إلى زمان غلب فيه الإيمان. نخلهم الله عز وجل من زمان إلى زمان، وجعل الله عز وجل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. غالبا يستيقظ العبد من أذنيه من حاسة السمع، ولذلك قال فضربنا، أي ضرب الله عز وجل وحجب حاسة السمع حجابا شديدا حتى لا يستيقظوا من نومهم وحتى يبلغ الكتاب أجله. فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. لم يصرح في القصة المختصرة بيان عدد السنين، وصرح بعد ذلك أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ينامون 300 سنين ويزدادون 9. فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قيل الحزب الأول هم أصحاب الكهف، وقيل الحزب الثاني هم أهل المدينة، وقالوا أن الحزب الأول الذين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والحزب الثاني الذي قال ربكم أعلم بما لبثتم. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله عز وجل يكافئ على الهداية بمزيد من الهداية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا أخذ العبد بأسباب زيادة الإيمان وبالهداية، فإن الله عز وجل يمده بمزيد من الهداية مكافأة من الله عز وجل. ثم فصل القصة بعد ذلك فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى،
وربطنا على قلوبهم، كأن الإيمان في صرة ويخشى أن ينزل الإيمان من هذه الصرة فتربط هذه الصرة، كما قال عز وجل عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي حتى تثبت على الإيمان. وهؤلاء قال عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، والقول الشطط هو البعيد عن الصواب، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قيل الكهف هو فجوة في الجبل واسعة الفوهة، والغار فجوة في الجبل ضيقة الفوهة. وهؤلاء لابد أن تصيبهم الشمس إما في الشروق وإما في الغروب، ولكن حتى يبقى الجو مهيئا لهم ومكيفا لهم حتى لا تتعفن أجسادهم، فكانت الشمس لا تدخل عليهم في كافهم. ترى الشمس إذا طلعت تزاور، أي تميل عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي لا تقسم لهم من حرارتها. ذلك من آيات الله، أي من المعجزات الدل على قدرة الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، قيل ناموا وأعينهم مفتوحة، وألقى الله عز وجل عليهم الهيبة فناموا وهم أعينهم مفتوحة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قيل بفناء الكهف لم يكن داخل الكهف. وانتشر في المسلمين اليوم سنة من سنن الكافرين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فترى كثيرا من المسلمين اليوم عنده الكلب في بيته ويأخذه في سيارته ويعامله لعله أرفق مما يعامل أولاده، وهذه سنة من سنن الكافرين. والشرع لا يجيز الكلب إلا في ثلاثة مواضع: كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، إما أن يصطاد به أو يحرس الزرع أو الماشية، وهذا يكون خارج البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لأنهم عباد مكرمون. فقال الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. فالله عز وجل يقلبهم، قيل في السنة مرتين، يتقلبون على الجانب الأيمن طارة وعلى الأيسر طارة. كثير ممن يمرض، نسأل الله العافية الأمراض الصعبة، يبقى سنينا على فراشه والفراش يصيب بدنه، فهؤلاء حتى لا تصيب الأرض أجسادهم الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو وافق أحد أن ينظر إليهم لفر هاربا، ولم يقترب منهم مما ألقى الله عز وجل عليهم من الرعب ومن الهيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
ما زلنا مع أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى. قال عز وجل: ونخلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم، أي في العادة الإنسان ينام جزءا من اليوم أو يوما كاملا، ولكن هل يمكن أن ينام سنة أو 300 سنة؟ قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. كأنهم وجدوا أنهم لا يصلون إلى الحق في ذلك، ولكنهم شعروا بالجوع. قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم، أي بقطعة العملة الفضية، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الطعام الزكي إما أن يكون طيبا شهيا، وإما أن يكون حلالا طيبا، ولكن أحوالهم تدل على أنهم كانوا يتحرون الحلال في مأكلهم، ويأكلون من الذبائح التي يثقون أنها ذبائح طيبة مذبوحة ذبحا شرعيا. ثم قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. قال العلماء: لم يكن عندهم عذر بالإكراه، ولكن الله عز وجل جعل هذه الأمة المرحومة أمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عذرا بالإكراه. فمن أكره على الكفر ونطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه في ذلك حرج. وقد عذب الكافرون عمار بن ياسر بعد أن قتلوا أباه ياسر وقتلوا أمه سمية على أن يذكر محمدا بسوء وأن يذكر آلهتهم بخير، فأجابهم إلى ذلك، ثم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي لا يعاقبون على ذلك. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي يقتلونكم رجما ورميا بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي في العثور عليهم بيان لقدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر على أن يميت العباد جميعا وأن يحييهم، وقادر على أن يميت العبد فترة ثم يحييه مرة ثانية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك. قيل: بعثه الله عز وجل قبل حماره حتى يرى الحمار تتجمع عظامه حتى اكتمل الهيكل العظمي، ثم كساه الله عز وجل لحما. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وقال عز وجل: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. فكل هذه أدلة على البعث وعلى قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل قادر على إماتة جميع الناس وإحياء جميع الناس مرة ثانية. كل شيء هين على الله عز وجل. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كإماتة نفس واحدة وإحياء هذه النفس، كل شيء هين على الله عز وجل. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. وهذا يدل على تغير الزمان، لأنهم أرادوا تعظيمهم فقال بعضهم: اجعلوا هنا بنيان، يشير إلى قصتهم ومكانهم، اكتبوا قصتهم على هذا البنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم:
أي الوجهاء وأصحاب المال والسلطان لنتخذن عليهم مسجدا. واستدل بعض الجهلة بهذه الآية على جواز إقامة المساجد على القبور، وهذا إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإن هذا إذا أتى في شرعنا ما يعضده، ولكن إذا أتى في شرعنا ما يعارضه فليس شرعا لنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت أم المؤمنين أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها رأت كنيسة في الحبشة تسمى مارية، وأن وذكرت ما فيها من التصاوير، فقال: أولئك هم شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا واتخذوا تلك التصاوير. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، عيدا أي مكان يعود إليه الناس كالموالد التي تجعل للمقبورين في المساجد، فلا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. والحكم للأول، فإذا وجد القبر ثم بني عليه مسجد حتى لو نبش القبر لا يصلح هذا المسجد لأن يصلى فيه، ولكن إذا وجد المسجد وأدخل فيه القبر يجوز أن ينبش القبر ويخرج من المسجد ويصلح بعد ذلك للصلاة فيه. فهذه باختصار قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين، ورد عنهم كيد الكائدين، واجعل كيد الكائدين في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.